يلا مع السلامة. ما كنتش عايزة اتعبك معايا يا عم. تعبك راحة يا بنتي، انا كنت هشيل الكتب دي لوحدك. طب يلا اركب اوصلك. لا لا اتفضل انت. ولا قلت لك عشان خاطري، انت كل مرة بتوصلني لحد العربية، خليني انا المرة اللي اوصلك عشان خاطري. خاطرك على عيني يا بنتي، اتفضل. هادي يا ست القاهرة الفاضلة، وده اللي فاضل من سور بدر الجمالي اللي كان محوط القاهرة كلها. ده بقى باب النصر اللي بتدخل منه الجيوش وهي راجعة من الحرب المنتصرة، اللي بعديه ده باب الفتوح اللي بتخرج منه الجيوش وهي رايحة للحرب. وإيه الأخضر الصغير ده؟ ده يا ست ضريح حسن الزوق. حسن ده كان راجل طيب قوي وسالم قوي ويكره الخناقات قوي. كانت لما تقوم عركه بين التجار او الفتوات لازم هو يتدخل ويفضها. وفي مره قامت عركه كبيره قوي ما قدرش يفضها، اتقمص ولما هدومه وقرر يسيب مصر المحبوسه، وهو خارج وقع طب مات. مطرح ما مات عملوا له الضريح ده. من ساعتها لما تقوم عركه بين اتنين يقولوا له عيب، ده الزوق ما خرجش من مصر، قصدهم على حسن الزوق. الشارع اللي احنا ماشيين فيه ده بقى ده وسط البلد بتاع زمان، اسمه الشارع الاعظم. في حضاره 1030 سنه بيبتدي من باب الفتوح وينتهي عند باب زويله. احلى حاجه فيه هي اللي على يمينك دي، مجموعه السلطان قلاوون، مدرسه وقبه وبيمارستان. بيمارستان يعني مستشفى مجانين صح؟ شوفي يا استاذه ليلى، بيمارستان دي بالفارسيه يعني بيت المريض، يعني المستشفى. دي بقى كانت مستشفى عام لكل الناس، الامير والغفير، اللي حلت واللي ما حلتوش، يدخل يقعد لغايه ما يتعالج ويخف. وعلامه الخفافان انه ياكل فرخه كامله ورغيف عيش. المستشفى دي يا ليلى كانت اعجوبه في زمانها، وفيها كل الاقسام، بطنه وجراحه وكحاله اللي هي امراض العيون، وقسم الامراض العقليه. اظرف حاجه ان في قسم الامراض العقليه كانوا جايبين جوقة موسيقى وممثلين ومضحكتية ورواه عشان يزيلوا الاكتئاب والهم من على المرضى. بذمتك يا ليلى من 700 سنة كان ممكن تلاقي مستشفى في الدنيا بالشكل ده، في أوروبا ولا أمريكا حتى. أمريكا إيه؟ أمريكا ما كانتش لسه اتولدت. وده بقى باب زويلة. المصريين من زمان ولغاية دلوقتي يمروا من تحته لازم يقروا الفتحة. يقروا الفتحة على روح مين؟ ناس كتير قوي تعلقت راسها على باب زويلة. ناس مجرمين وناس مظلومين، فقراء وأغنياء، أمراء ومماليك وسلاطين، بس أشهرهم كان طومان اللي حارب سليم الأول واتهزم. مماليكه خانوه، فضل يحارب لوحده لغاية ما اتقبض عليه واتعلق هنا، اتشنق على باب زويلة. مات في ضم مصر. متهيألي ده اللي المصريين بيقروا الفتحة عليه.